أعلنت حركة السترات الصفراء الأول من ديسمبر المقبل موعدا لتحركها الاحتجاجي الثالث، ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع ضد السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون. وجاء نداء الحملة الثالثة بعد التصريحات التي أدلى بها ماكرون وصفا الاحتجاجات بالمهينة والمخجلة لقيم الدولة الفرنسية والفرنسيين. وبدأت بعض الأصوات تتعالى محذرة من أن تكون حركة السترات الصفراء قد اخترقت أو مخترقة أصلا من بعض الجهات أو الأحزاب المعارضة على رأسها اليمين المتطرف.